خلاص خلاص كلهم خلوا ست سنوات عدالة. بنظر المشاهد انها خطرة، بس ما هي خطرة، هي عادية. وطبعا الا بشيء، يعني يتقاس بالسرعة، اذا كانت سرعة عالية طبعا اكيد اي شيء في سرعة عالية، انت لما تمشي اربع كفرات في سرعة عالية اكيد فيها خطورة، لكن هدوء يعني كسرعة 20 سرعة 30 40 داخل مهرجان وداخل جمهور وحماس ترتيب وادوات سلامة، وهذا يكون الوضع تمام.